بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واغفر للعصاة يا رب العالمين، وتب عليهم وعلينا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، متوسلين إليك بجناب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير مسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواتنا وإخواننا وذرياتهم وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء، ومشايخنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة أبواب المعاملات في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، جزاهم الله عنا خير ورحمهم الله وألحقنا بهم على خير حال. فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه. وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المصنف بقوله: المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. قرأنا هذا والحاشية ووقفنا عند هذا الحد. والمفلس وهو النوع الرابع من الذي ذكرهم المصنف في من يحجر عليه. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كنا به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. والمريض المخوف عليه من مرضه. والحجر عليه، يعني على المريض، فيما زاد على الثلث، وهو ثلث التركة، وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة. هذا إن لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. نقف عند هذا الحد، نحاول نخلص موضوع المفلس
والمريض النهارده. يا الله. وهي الانواع ايه؟ هي انواع من الاصناف الذين يحجر عليهم، وهو المفلس والمريض الذي في مرض وفاه، يعني مرض يؤدي الى الوفاه، مش اي مرض، يعني مش اي واحد يبقى عنده مرض نحجر عليه، لازم يكون مرض يؤدي الى الوفاه، يسموه المرض المخوف. والمرض المخوف يختلف من ايام الشيخ البيجوري لحد الوقت، يعني الشيخ البيجوري ايامه اللي يجيله شلل نصفي يبقى ده مرض مخوف يحجر عليه. احنا دلوقتي واحد يجيله شلل نصفي يعيش بعدها 20 سنة عنده شلل نصفي، ما يؤديش للوفاة الوقت في زماننا، فما ينفعش يتعد من ضمن الامراض المخوفة، وان كان عده العلماء السابقين من الامراض المخوفة. وبالتالي يبقى الواحد يختلف نوع المرض على حسب العصر. كان زمان اللي يجيله فشل كلوي يبقى ده مرض مخوف، يموت في اسبوع ولا 10 ايام. الوقت في زرع كلى وفي غسيل كلى وفي موال، ممكن يعيش 10 سنين عنده فشل كلوي بيغسل، 20 سنة. يبقى بالتالي اللي يجيله فشل كلوي ما نقولش عليه مرض مخوف، ما نحجرش عليه يعني، لمجرد ان جاله فشل كلوي. فشل كبدي يقعد يتعالج منه 5 6 سنين، وممكن يعمل بعض العمليات بحيث ان يقدر كمان يعيش اكتر من 5 سنين، وبالتالي يبقى مش مرض مخوف. مرض مخوف في عصرنا اللي هو يدخله العناية المركزة. اذا دخل العناية المركزة في ازمة صحية شديدة استدعي دخوله العناية المركزة، يبقى محجور عليه فترة اقعده في العناية. خرج من العناية والدكاترة قالوا بقى كويس، خلاص يتفك الحجر. خرج من العناية المركزة الى العناية الالهية مات، يبقى خلاص محجور عليه. خدت بالك؟ يبقى احنا نقول ان المرض المخوف في هذا الزمان هو المرض الذي يؤدي الى الدخول في العناية المركزة، او المتيقن بغالب الظن القريب لليقين عند الاطباء الخبراء انه يؤدي الى الوفاة العاجلة القريبة، مش المتأخرة. وبالتالي يبقى المرض المخوف هيبقى امثلة الشيخ غير معتبر، لان الشيخ بيتكلم من 200 سنة الطب تغير. خدت بالك؟ ودي ايه يعني الحاجات دي تنفع في موضوع بقى ايه تجديد الخطاب الديني، انك انت لما تيجي تجدد الخطاب الديني تراعي الامور المعاصرة، وعلشان بتتغير الاحكام بتغير الايه الاعصار والامصار والاحوال والاشخاص وهكذا. نقرأ على كل على اي حال المفلس. قول: والمفلس مأخوذ من أفلس، يقال أفلس الرجل إذا صار ماله فلوسا، كما يقتضي قول الشارح. إحنا بلغتنا الوقت نقول إيه عليه إيه؟ فكة، ملاليم، جنيهات، أي حاجة. يعني لو واحد عنده مثلا 10,000 جنيه جنيهات كده اللي هي العملة دي، كل ده ما يملكه 10,000 جنيه عملات، ده مفلس. ايه ده؟ ده لو راح البنك هيشيلهم في شنطه ويمكن ما يقدرش ياخدهم منه. ايه 10,000 جنيه؟ يبقى رسمه فلوس. فلوس يعني ايه؟ زي ما بيقول لك كده فكه، زي ما بيقول. او ما عندوش مال اصلا. يبقى المفلس اللي ماله فلوس يعني لا يعتد بها، او اللي يبقى ايه ما عندوش فلوس اصلا، ده اسمه ايه؟ مفلس. كان زمان يقول لك ايه ما عندوش فلس، والفلس ده كسور الدرهم. الدرهم ده يتكسر يبقى مثلا 10 فلس 15 فلس على حسب وزن الدرهم، فيعتبر كلام فارغ يعني. ايام ابونا احنا كان يقول ايه ما عندوش ولا مليم، ما يملكش ولا نكله. ده ابائنا. احنا نقول دلوقتي ما يملكش ولا جنيه، بعد شويه يقول لك ما يملكش ولا 1000. ما هو ال 1000 جنيه هيعملوها ورقتين، خلاص ورقه ب 500 ورقه ب 500، تحطهم كم بعض تحطهم كم. تيجي تركب الاوتوبيس تدي له ورقه ب 500 يديك الباقي، ما خلاص بقت شيلن. يبقى بتتغير الاحوال تتغير. خدت بالك؟ يبقى والمفلس ماخوذ من افلس، يقال افلس الرجل اذا صار ماله فلوسا كما يقتضي قول الشارح. وهو لغة من صار ماله فلوسا، لكن صار الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه. يبقى كلمة الإفلاس دي أصبحت تدل
على ان البني ادم ده طالما ارتبطت الافلاس به يبقى معناه انه ما عندوش مال خالص او ماله قليل قوي، فقر يعني، كما قاله الشارح ثم كن به عن قلة المال او عدمه. ولذلك قال الازهري قال افلس الرجل اذا اعدم. وقد كره بعض اصحابنا ان يقال باب الافلاس بل يقال باب التفليس، وهو لغة النداء على المفلس بصفة الافلاس. كانوا زمانا ما واحد يفلس في السوق ينادوا في السوق كده ان فلان افلس، يسموه التفليسة ويعلنوا عنه عشان الناس ما تتعاملش معاه، لا يجدوا له بطاعة ولا، بالذات لما يبقوا تجار مشاهير معروفين وافلس يقوموا ايه يعملوا اشهار بالتفليسة. كويس، ليحذر الناس معاملته، وشرعا الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله. يبقى المفلس بالمعنى الشرعي اللي بيحجر عليه هو اللي عليه دين حال مش مؤجل، حال يعني حل وقته، واخد بالك؟ انما لو مؤجل لا، يبقى عليه دين حال ولا يفي، ما ليس عنده مال يفي الدين، يبقى ده اسمه مفلس من حيث الشرع اللي يحجر عليه الشارع هنا. واضح؟ انما افرض انا عليا دين ومعيش اداؤه لكن ده هيحل بعد 3 سنين، يبقى انا مش مفلس في عرف الشرع، انا مش مفلس. واضح؟ يبقى وشرعا الحجر على من عليه دين حال، على من عليه دين حال لا يفي به ماله. كويس؟ يعني عليه مثلا 100,000 وهو ما يملكش الا 20-30,000، وال100,000 دي حلت وقتها حل، يعني جايين الغرماء يطالبوا بيها. واضح؟ يبقى ده اسمه مفلس، مع 40,000 بس مفلس، لانه الدين بتاعه 100,000 وده لا يفي، او معهوش حاجة خالص. والحجر عليه هل لوحده كده يحجر عليه ولا بطلب الغرماء؟ الغرماء الديانة يرفعوا عليه قضية، يقوم القاضي هو اللي يحجر عليه، ما يحجرش عليه إلا لو الغرماء طلبوا. طب افرض الغرماء ما طلبوش، معذرينه، هو راجل بيعاملهم كويس طول عمره وجت الدنيا دقت معاه وهم معذرينه وما راحوش اشتكوا، خلاص ما يضربش عليه الحجر، ما يحجرش عليه. يبقى لا يحجر على هذا المفلس المدين الا لو طلب الدائن الحجر عليه، يبقى لازم بطلب الغرماء. واضح؟ بطلب الغرماء او المفلس ان استقل، المفلس نفسه لو كان ايه مستقل بنفسه، واخد بالك ازاي؟ مستقل بنفسه او على وليه. افرض ان انا ولي على مال انسان اخر مجنون، والانسان المجنون ده اصبح مفلس لانه خسر ماله، يبقى الحجر على الولي. فهمتني ازاي؟ او على وليه ان لم يستقل، يعني المفلس لم يستقل بايه؟ بتصرفه. يبقى بطلب الغرماء او المفلس ان استقل او على وليه ان لم يستقل، يبقى الحجر يبقى عليه. او خد بالك الجملة هنا علشان مش هتعرف، الفقهاء بتوع زمان كانوا بيكتبوا الجمل عايزه تتفك، نفك لك العباره. والحجر عليه بطلب الغرماء، كده كملت. كويس؟ خلصت الجمله، ندخل في جمله جديده. او المفلس ان استقل او على وليه ان لم يستقل، اللي هو يعني ايه؟ والحجر على المفلس ان استقل أو على وليه إن لم يستقل بطلب الغرماء أيضا. فهمت بقى العبارة لما تستقل لما تعمل؟ عشان هو بيكتبها بطريقة مش واضحة. يعني هو لو نكتبها احنا بالطريقة العصرية نكتبها ازاي؟ نقول الحجر على المفلس إن استقل أو على وليه إن لم يستقل بطلب الغرماء. كده وضحت العبارة. فهمت بقى الكلام؟ بس هم زمان العلماء كانوا يحبوا يلغزوا العبارة.
متعمد، مش عايز يعملها واضحة. ليه؟ علشان التلميذ ما يستغناش عن الشيخ، يقوم ما ياخدش الكتاب يقراه لوحده ويقول لك انا فهمته يا ابن علامة، لا، يقوم يتعالى على الناس وقد يفهم خطأ، يقوم يلغز العبارة، يقوم يجي التلميذ يقرا الدرس من غير الشيخ يتلخبط، يعيد تاني يتلخبط، يروح للشيخ يحلها له. يعني ايه استقل؟ ان استقل في بتصرفه، يعني ما لهوش وصاية. يعني انا بتاجر بنفسي، متصرف في مالي، مستقل عن احد، غير اما يبقى صبي له ولي او مجنون، مش كده برضو بيتصرف في ماله، يبقى ده مش مستقل او سفيه. يعني بص، لو تصرف في المال ممكن يحجر على المال، يحجر على الوصي، واخد بالك؟ لو صار مال الوصي لا يفي بالديون اللي هي مطلوبه منه، يحجر عليه في تصرفي في مال الايه الموصى عليه، مش في ماله الشخصي. واضح كده؟ حق الولد ممكن يكون، ما هو ضاع ده، هو خلاص ارتكبته الديون. فهمتني؟ طب هنا بص، ده مش يعاقب بقى انه ضيع مال الولد؟ لا، نبحث بقى، المجلس الحاسب يحاسبه، يشوف هل هو اساء التصرف ولا لم يسيء التصرف. يعني قد يكون لم يسيء التصرف، مش محتمل؟ طيب افرض مال الصبي كان حطه في حرزه فاحترق، ام زلزال سطع عليه لصوص اخذوه، وهو محتاط وعامل كل اللي عايزه، يبقى ما قصرش. فهمتني؟ بس مش شرط انه يضيع المال يبقى معناه قصر، وممكن يضيع المال من صاحبه، واخد بالك؟ ويتصرف وحذر وكل حاجه، السوق بيتغير، اسعار تختلف، اسعار تنزل، تقوم حرب، تنقطع السبل، ينقطع السفر، يحصل زلزال، اي حاجه، كل الحاجات دي عوارض. يعني الحجر هنا على فيما يملك من مال الموصى عليه، في ان يعني يمنع الولي من التصرف في مال المحجور عليه اللي تحت وصايته لحين ما الغرماء ياخدوا حقه. لكن مش ماله هو الشخص؟ لا، مش ماله الشخص. واضح؟ بس لان هنا الوصي ده اللي هو الوكيل ده او الوصي ده بالنيابه عن المفلس اللي هو مش مستقل. فهمتني؟ وحضرتك المفلس هو ممكن يطلب برضه الحجر على نفسه؟ لا، حد هيروح يطلب الحجر على نفسه؟ بيعملوا كده دلوقتي. في يمكن في بعض بقى الثغرات في القانون اللي بيها يستغلها، لكن احنا بنتكلم من حيث الشرع، لا ما يليقش، ده شغل تلاعب محامين عن طريق ثغرات القانون، وده حرام، واخد بالك؟ حيل، والحيل دي تخيل في الدنيا وما تخيلش في الاخره عند الله. واضح؟ لانها في تضييع حقوق الناس. بعض البنوك يا دكتور بتعمل اجلاس على عند البنك المركزي هو اللي بيضمن البنك ده. كل تلاعب باموال الناس غير واقعي حرام، ولو كان القانون فيه ثغرات، بس ده لا يحله عند الله. واضح؟ بس هل هنا الشريعه يعني لو هو طلب زي ما استاذنا بيقول ان انا اعمل عليه يصح قضاء ويحرم ديانته، يعملوا عليه الافلاس يصح قضاء ويحرم ديانته، ما هيقدم لهم كمبيالات مطالبه منه، ويقدم لهم وثيقه بثروته، ويلاقي ان الكمبيالات اللي عليه اكتر من ثروته، يبقى مفلس، مش كده برضه؟ بس يعني القاضي الشرعي يحكم عليه بالافلاس، يحكم عليه بانه هو اللي طلب، مش لازم طلب الغرماء بس، بس لازم بالشروط حسب القانون بقى الوضعي. ما اعرفش القانون الوضعي واخد باي مذهب، اولا ننظر بقى لبتوع القانونيين بايه نظامهم، لازم تقرا بقى قانون الافلاس في القانون الوضعي، لان بياخدوه من مذاهب متعدده، احنا دلوقتي بنشرح مذهب الشافعي، لكن في قواعد عامة، وهو ألا تأكل أموال الناس بالباطل، ولو حتى القانون يبيح ليك في ثغرة من ثغراتي، ما ينفعش استغل الثغرات. فهمتني ازاي؟ يعني ممكن تبقى ايه، الرسول قال ايه، رب احدكم ألحن من اخيه فاحكم له، فان حكمت له فاني اعطيته قطعة من النار. يعني حتى قضاء النبي ما يحللش الحرام، قضاء النبي في بعد قضاء النبي ما يحللش الحرام، لان القاضي بيحكم بالبينة، وقد يكون البينة اللي شافها القاضي وما شكش فيها تكون غير صحيحه في الوقت في نفس الامر. واضح؟ وياما بتحصل.
فيبقى هنا ايه احنا انا بس عايز افك لك العباره علشان تفهم كلام الشيخ. والحجر عليه يعني بطلب الغرماء، وممكن تقول الحجر على المفلس ان استقل، او على وليه ان لم يستقل بطلب الغرماء. كده اتحلت العباره. ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء، يبقى واجب على الحاكم انه يعمل ايه؟ القاضي هنا هيبقى القاضي، الحاكم هنا هو القاضي، انه لازم ايه يحكم بالايه بافلاسه عندما ياتي الغرماء يشتكوا، علشان القضاء معمول لرفع النزاع وللمحافظه على حقوق الناس. او بطلب في المحجور عليهم، او بغير طلب في المحجور عليه. يبقى المحجور عليهم والغائبين الذين لا ولي لهم يحجر عليهم الحاكم مباشرة، واخد بالك ازاي؟ المحجور عليهم زي المجنون اللي هو محجور عليه اصلا. ايوه اللي هو ايه اللي هو مثلا لجنون لسفه لشيء من هذا، ده مش محتاج طلب. او الغائب الذين او الغائبين الذين لا ولي لهم، كويس. ويصدق المفلس، اللي هو انواع يعني انواع الناس اللي هم بيبقى عليهم ديون، ويصدق المفلس ويصدق المفلس بيمينه في اعصاره. طيب ايه البينه اللي يصدقها القاضي على انه هذا معسر؟ اليمين، او يبين الايه اسانيد الملكيه بتاعته، او الرصيد اللي في البنك، او شيء من هذا. طب ما عندوش اي دليل، لا عنده رصيد في البنك يجيبه ولا عنده بينة، يحلف، يحلف امام القاضي ان هو معسر، يصدقه القاضي بايه؟ بيمينه. واضح؟ ويصدق المفلس بيمينه في اعساره ان لم يعرف له مال، يعني ما عندوش ارصدة، ما عندوش بيت ملك، ما عندوش سيارة، ما عندوش يعني اي شيء يملكه له قيمة بحيث يستطيع القاضي ان هو يبيعه ويدي للغرماء حقه. واضح؟ وإلا فلا بد فيه من البينة. يعني افرض ما رضاش يحلف، يبقى لابد يجيب بينة، ما هي البينة يا يحلف. واضح؟ ويحبس من لم يثبت إعصاره. ما رضاش يحلف وما جابش بينة، القاضي يحبسه. واضح؟ ويحبس إن لم يثبت، من لم يثبت إعصاره. يبقى من لم يثبت إعصاره يعني لم يأتي ببينة ورفض الحلف. واضح؟ يعمل ايه في القاضي يعمل ايه فيه؟ يحبسه. وعليه أجرة الحبس. اليوم في السجن بكام؟ بعشرة جنيه مثلا، بخمستاشر جنيه، يدفع تمن إقامته في السجن على حسابه. واضح؟ وعليه أجرة الحبس والسجان، الحارس اللي عليه كمان يديله مرتبه، لان هو ايه شاغل ذمة الحكومة فيما لا طائل. واضح؟ وعليه اجرة الحبس والسجان. نعم، لا يحبس الاصل للفرع. ما ينفعش طبعا تحبس ابوك من اجل دين عليك انت وانت ابنه. واضح؟ ما يحبس الاصل الاب ولا الجد وان علا، والام والجدة وان ايه علت. دي الأصول، ما تنفعش الأصول تحبس للفروع. ولو من قبل الأم، ولو جدك من قبل أمك برضو ما ينفعش، لأنه برضو أصلك. صحيح ولا يرث، يسموه الجد الفاسد، عشان كده في إيه في باب المواريث. الفاسد يعني إيه؟ مش إن أنا راجل يعني وحش، لو سواء يعني الفاسد يعني لا يرث، بس هي لفظة كده لما تقيل لك أنت عرف عليها في علم المواريث يكتبوه كده الجد الفاسد. واخد بالك؟ فاسد ليه؟ لانه ما يحجبش حد وما يرث، بعد اللي هو الجد لام. واضح؟ ده باب المواريث. لكن هنا ايه؟ ما يحبس من اجل ايه؟ من اجل ديون لاحفاده ولو من جهة بناته. فهمتني ازاي؟ لان برضه هو يعتبر اصلهم. ومثله المريض والصبي والمجنود وابن السبيل. دول ما ايه؟ ما يحبسوش. المريض هحبسه ازاي؟ المريض ده مرمي غلبان في المستشفى،
فهمتني ازاي؟ يبقى مش هحبسه، اعمل عليه التفليسه وما احبسوش، اسيبه عشان يتمرد بره. والصبي والمجنون، الصبي برضه ما اقدرش احبسه. احبسه ليه؟ يقعد هناك العيال الصبيان يتحبسوا مع بعض، ينتشر بينهم بقى ايه الاخلاق السيئه، يشموا كله ويتعلموا العادات السيئه والحاجه دي ما ينفعش. عشان كده ما عندناش في الاسلام اننا ايه نحبس المجرمين ونحطهم مع بعض في حته واحده. ده التقليد ده خطا، المفروض ان الحاكم يشاور نفسه فيه واخد بالك ويغيروه. لان المجرمين بيقابلوا بعض، يتعرفوا على بعض ويتبادلوا الافكار، وبعدين بعد كده يخرجوا ينفذوها. فده غلط. بيزدادوا اجراما. والله بيزدادوا اجرام، فربنا ينجيهم. لا، يدوروا على اي وسيله اخرى بقى انا ما اعرفش اقترحها، يقعدوا بقى علماء النفس وعلماء مش عارف الاصلاح والحكام، وتقعدوا يعملوا لجان. لان ثبت فعلا ان حبس المجرمين مع بعضهم بيزيدهم اجراما. ثبت ده، فشل. طب ايه البديل؟ نفكر بقى. نقعد نفكر. لان برضه الحبس الانفرادي عذاب. تعذيب، واحنا منهيين عن تعذيب الانسان. فهمتني؟ ممكن ننفيه. في تعذير، في قضايا بيعذر فيها بالضرب. ها؟ هم بيضربوه في اسم البوليس من غير حاجه قبل ما يثبت اي حاجه. بيترزع علق، علشان كده الناس كرهت البوليس وكرهت الشرطه وكده. من الحاجات اللي بيعملوها فيها. حرام الحاجات دي كلها. يعني الحبس لا، هو اول من عمل السجون سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر، وما كانتش سجون طويلة، واخد بالك ازاي؟ ده سجون مؤقتة، واخد بالك، لحين ما يتم القضاء، وكان القضاء سريع، يتحبس له 5 6 ايام اسبوع بالكتير، لحد ما ايه يشوفوا هيعملوا فيه ايه، هيقطعوا ايده، هيقتلوه، هيتجلد ويروح مع السلامة. مفيش حاجة اسمها يتحبس المدد الطويلة دي ويقضي بقية عمره كله في السجن دي، ما يعرفهاش المسلمين، ما يعرفش الحكاية دي. ومثله المريض والصبي والمجنون وابن السبيل، دول برضو ايه ما يتحبسوش. والمخدرة التي لم تعتد الخروج لحاجتها. ومحل كون الأجرة عليه المخدرة التي لم تعتد، يعني ايه؟ يعني امرأة في سن الزواج، صغيرة محجبة، لم تعتاد أن تقابل الرجال، فدي ما ينفعش أن أنا أطلعها من خدرها وأحبسها من أجل الفلس. واضح؟ دول ما إيه ما نحبسهمش. ومحل كون الأجرة عليه، إمتى نقول بقى أن المفلس ده هيحبس علشان لم تثبت بينة على إعصاره وإنه عليه أجرة السجن والسجن؟ لو كان عنده مال يقدر يفي بأجرة السجن والسجن. طب ما عندوش مال. ومحل كون الأجرة عليه إن كان له مال، وإلا طب ما عندوش مال، ففي بيت المال، بيت مال المسلمين. الناس متصورة أن بيت مال المسلمين ده لازم يبقى مش زكاة، لا، ده زكوات وأوقاف وخراج وضرائب، حاجات كتيرة بتبقى ايه بتيجي، موارد. موارد ايه؟ البيت مال المسلمين دي موارد الدولة. واضح؟ في اشياء منها حق الدولة عشان رواتب للموظفين والعاملين فيها، وفي اموال اخرى بتبقى منفعة عامة للناس لكن تحت اشراف الدولة. فان لم يكن، طب ما فيش بيت مال للمسلمين زي زماننا ده، ما عندناش بيت مال المسلمين، يعني الدولة سايبة المسلمين هم اللي يقوموا بزكاتهم بمعرفتهم، وهم اللي يتعاملوا مع بعضهم في الأمور دي، ملاش دخل بالحاجات دي، سايباه. نعمل إيه؟ فعلى مياسير المسلمين، يبقوا الناس الأغنياء الكبراء اللي عندهم أموال كثيرة يعملوا عندهم أوقاف كده لسداد ديون المعسرين. تبقى أوقاف. واحد أما يبقى عنده مثلا 10 مليار، إيه يعني أما يحط له مثلا 20 مليون كده في البنك وقف كده لسداد ديون المعسرين، مش مشكلة بالنسبة له، دي ولا حاجة. في ناس بالنسبة لهم 10 مليون و20 مليون دي ولا حاجة. فيبقى ايه؟ تبقى على مياسير المسلمين. أمراء البترول والناس الأغنياء دول ورجال الأعمال الكبار، دي سهلة يقوموا بيها، وتبقى ثواب كبير.
كمان عليهم ليهم. فإن لم يكن فعلى مياسير المسلمين. ده المفلس في الدنيا. طب والمفلس في الآخرة؟ لمعنى تاني بقى، من تعطى حسناته لخصمائه، كما يدل عليه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. زي ما احنا نقول اللي البخيل في الدنيا، البخيل في الدنيا اللي هو مين؟ اللي ما بيصرفش على من يعول او على نفسه، مش كده برضو؟ ده البخيل في الدنيا. طيب وفي الاخرة الذي كان يذكر النبي عنده ولا يصلي عليه، هو ده البخيل، لانه بخل على نفسه الثواب العظيم. فهمتني بقى ازاي؟ صلى الله عليه وسلم برضو كده، في مفلس في الدنيا وفي مفلس في الاخرة. قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هو رجل يأتي يوم القيامة له حج وصلاة وصيام وزكاة، قد قتل هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى منها شيء، فترد سيئات هؤلاء عليه، ثم يطرح في النار. ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما فيه أخذ حسنات وطرح سيئات. وقد ذكر البيهقي وغيره أن مظالم العباد إنما توفى من أصول الحسنات، وأما الحاصل بالتضعيف فيدخر للعبد حتى يدخل الجنة فيعطى ثوابه، وهي فائدة جليلة عضدها حديث صحيح، حديث صحيح. ودي لطيفة، يعني احنا عارفين ان الحسنة بعشر امثالها او يزيد. طب لما بيعطى الحسنات بياخد اصل الحسنه، طب والتضعيف يفضل له بقى عشان لما يدخل الجنه يلاقي حاجه يتمتع بيه. واضح؟ فدي برضو من رحمه ربنا بينا. قوله: وهو لغه، هو اللي هو ايه؟ الافلاس. الافلاس وهو لغه، هو تعريف المفلس، يعني من حيث اللغه من صار ماله فلوسا، اي جددا، جمع فلس اي جديد. كانوا زمان قطع النحاس اللي يعملوها كده، كانوا ساعات يفك لك الدراهم اللي هي الفضه بقطع برونزيه او نحاسيه، بتبقى ملهاش قيمه يعني، بس عشان انت مثلا هتجيب البتاع الحاجه دي بدرهم الا ربع. طب هيجيب لك درهم، يجيب لك يديك ربع درهم ازاي؟ يقوم يعمل لك شويه قطع كده نحاسيه او برونزيه، يقوم ايه تتعامل بيها الناس. دي هي دي اسمها الجديد، كانوا يسموها الجديد. كويس؟ فيبقى اللي ماله جديد كده، احنا الوقت نسميها ايه؟ فكه. نسميها ايه؟ كان زمان يسموها قروش وتعريف وملاليم وهكذا، تختلف بقى ايه من عصر لعصر. وهي قطع من النحاس كانت معروفه. وقوله: ثم كنا به عن قله المال او عدمه، أي جعل الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه، فالضمير عائد على الإفلاس المفهوم من المفلس، والمراد أنه جعل كناية بيانية، وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جوازه إرادة المعنى الأصلي، كقولك زيد كثير الرماد، فإنه لفظ أطلق وأريد لازم معناه وهو كثرة الكرم، ويجوز أن يراد معه كثرة الرماد حقيقة، ويصح أن يجعل كنا في كلام الشارح بمعنى عبر به. قوله: وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون. ارتكبته الديون يعني ركبته الديون، يعني غطته كل الديون، غطت كل ماله يعني، أي جنسها الصادق بالواحد. الديون هنا جنسها إن شاء الله ولو دين واحد، طالما استغرق كل ماله يبقى ارتكبته الديون ولو دين واحد، أي جنسها الصادق بالواحد يعني الدين، والمتعدد كما أشار عليه الشارح بقوله: ولا يفي ماله بدينه، أي إن كان واحدا، أو ديونه إن كان متعددا. ويعتبر كونها حالة لازمة لآدمي زائدة على ماله، لازم علشان نقول إن ده مفلس، يبقى الدين حال لازم لآدمي. واضح؟ إنما المؤجل لا، والغير اللازم لا، ما يعتبرش مفلس. فلا حجر بالمؤجلة لأنه لا يطالب بها في الحال،
انا الدين ده مطالب بيه بعد سنة وانا معيش المال بتاعه دلوقتي، يبقى انا ما اسميش مفلس عند الشرع. لما تمر السنة يمكن يبقى معايا المال. واضح؟ ولا بغير اللازمة. وغير اللازمة زي ايه؟ زي كنجوم الكتابة لتمكنه من اسقاطها. غير اللازمة كان لما العبد يشتري نفسه من سيده زمان، يقوم يقسط ثمنه على سيده في نجوم. طب افرض هو عجز عن سداد الديون دي اللي هي النجوم دي، دي غير لازمة في حقه، لانه ممكن يتنازل عن عقد الكتابة اصلا ويفضل عبد عند سيده خلاص. يبقى ده دين غير لازم، فما ينفعش احجر على العبد ده لما ايه؟ لما لا يستطيع اداء النجوم اللي عليه، ما اقدرش احجر عليه. ليه؟ لان ده دين غير لازم. لان في حل ان نلغي عقد الكتابة ويفضل عبد عند سيده خلاص. واضح؟ لتمكنه من اسقاطها. يتمكن من اسقاطها ازاي؟ بالغاء عقد الكتابة ويستمر في الرق، او يستسمح ايه؟ سيده ان يسامحه. يبقى عنده وسيلتين لتمكنه من قضاء ايه؟ من اسقاطه، ان يسامحه سيده ويعتقه بالباقي عن الباقي، او ان سيده متمسك فيسقطها هو عن نفسه ويلغي عقد الكتابة ويفضل عبد عند سيده بس. ولا بدين الله تعالى. ولا يحجر على انسان علشان عليه زكوات قديمة قبل ما يضيع ماله، وكانت تقدر بملايين الجنيهات، وهو دلوقتي افلس معهوش ملايين الجنيهات، نقول له ده انت عليك زكاة للفقراء 10 سنين فاتت بكذا مليون وانت ما اديتهاش، نحجر عليه دلوقتي؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ده حق الله، وحق الله مبنى المسامحة، وحق الخلق مبنى المشاحة، مش كده برضو؟ ولا بدين الله وإن كان فوريا كالزكاة والكفارة التي عصى بسببها، كما قاله الأسنوي خلافا لما في شرح المنهج. عمل عليه كفارة، والكفارة دي كفارة مال، ولكن لا يستطيع أداءها كويس، يبقى برضو لا يحجر عليه من أجله، خلافا لما في شرح المنهج. شرح المنهج بعض العلماء قالوا ان لا، لان الكفارة هي حق الله لكن ايه؟ يستنفع بها الفقير، فاصبح له غرماء، نظروا جهة ايه؟ من يستنفع، فقال لك لا يحجر عليه لو كفار، لكن الراجح لا. ولا بالمساوية لماله او الناقصة عنه. لو الديون بتاعته تساوي المال اللي معاه احجر عليه ليه؟ يبقى مش مفلس. انا عليا ديون ب100,000 وانا عندي مال 100,000، يحجر عليا ليه؟ ياخد 100,000 ياخدوها للناس خلاص، واخد بالك ازاي؟ دي مساويه. او الناقصه عنه، انا عندي 100,000 والديون بتاعتي 50,000، يحجر عليا ليه؟ لان ديوني ناقصه عن مالي. واضح؟ وإذا حجر بالحال فلا يحل المؤجل، لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه. أنا علي ديون حالة دلوقتي وعلي ديون أجل بعد سنة، هو حجر علي دلوقتي عشان ديون الحالة، ما يدخلش المؤجل فيها كمان، يخلصني من ديون الحالة. فهمتني إزاي؟ إذا تصرف في بعض مالي عشان يسدد عني الدين الحاكم، ما يدخلش بقى كل الديون المؤجل والحال، لا، يخلي المؤجل زي ما هو ويخلصني من الحال. خدت بالك؟ وإذا حجر بالحال يعني بالدين الحال فلا يحل المؤجل، ما يجيش وقت المؤجل، بخلاف الموت. الموت لما الواحد بيموت بيجيب القديم والجديد، ديونه الحالة والمؤجلة يسددها على طول من تركته، مش كده برضو؟ لكن الايه؟ التفليق، الحجر بالافلاس مش زي الموت. واضح؟ يختلف. لان الاجل مقصود له فلا يفوت عليه، اي فلا يفوت عليه، ولا يحل الا بالموت. ده الدين المؤجل لا يحل الا بالموت او الردة المتصلة به، اي بالموت او استرقاق الحربي، ك
كما نقله الرافعي عن النص. يبقى الدين المؤجل يحل امتى؟ لو مات او ارتد واستمرت ردته للموت، واضح؟ او اسر عند اهل كفر مشهورين ان هم بيقتلوا الاسر، يبقى هنا يحل المؤجل، واضح؟ ولو جن المديون لم يحل دين المؤجل، يبقى الجنون ما يحلش المؤجل، واضح؟ الجنون لا يحل المؤجل، لكن الموت والردة المتصلة بالإيه؟ بالموت. وكذلك الأسر عند الحربي. طب الأسر عند غير الحربي، الوقت المسلمين بيخطفوا بعض، حماس تخطف من فتح، وفتح تخطف من حماس، ويأسروا بعض، فهمتني ازاي؟ او دول مش حربيين، واضح؟ يبقى ده ما ينفعش. عليه ديون يبقى برضو ايه؟ يدفع. ولو جن المديون لم يحل دين المؤجل، وما وقع في اصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه الى السهو. يعني اصل الروضة للامام النووي حصل سهو منه، فدخل الجنون انه بيحل الدين المؤجل، قال لك ده سهو قلم، واخد بالك؟ مش يعيب بقى في الشيخ ولا جاهل وفاته وعمل، عيب، نقول سهو فاتته تبقى كلام لطيف، لان دول علماء كبار. انما الوقت الجيل بتاعنا للاسف لا يراعي الادب عند ايه؟ عند وجود خطأ يلاحظه في اي متن من المتون. فإن قيل حيث قيدت الردة بالاتصال بالموت كان لا فائدة للردة. ممكن واحد يقول لك طب ايه فائدة بقى الردة اذا قيدت بالموت؟ ما هو لو مات سواء ارتد او ما ارتدش الدين المؤجل هيحل بالموت، ايه لازمتها هي حاطط لي الردة؟ هيقول لك هيختلف، هيخليها يبقى في فرق في بعض الصور. لأنه يحل بالموت كما علمت، أجيب بأن فائدتها تظهر فيما إذا علق الطلاق على حلول الدين، فيتبين باتصالها بالموت طلاق زوجته من حين الردة. واحد قال لامراته أنت طالق عند حلول ديني بعد 10 سنوات، كويس؟ كلمة قالها كده وهو كان قاصد فعلا، بقى اسمه طلاق معلق بالزمن. جاء قبل ال10 سنين دي ارتد، قبل ال10 سنين بسنة ارتد، بقى كافر وفضل كافر لحد ما مات، واضح؟ طيب يبقى هي طلقت من وقت الوفاة اللي هي مع حلول دينه ولا من وقت ردته؟ يبقى الردة هنا تختلف الأحكام عشان ما تتفقش، خدت بالك؟ يبقى طلقت من وقت ردته، ونحسب عدتها من وقت الايه؟ الرد، واضح؟ مش من وقت الموت، واضح؟ ادي صورة. فيما اذا علق الطلاق على حلول الدين فيتبين باتصالها بالموت طلاق زوجته من حين الرد، واضح؟ وتظهر ايضا، ايوه. احنا قلنا في البداية ان اصلا محكور عليه ما بيحضرش عليه الزواج والطلاق. احنا ما قلناش ان احنا اوقعنا طلاقه، احنا قلنا ما وقعش، بس هو هنا كان عايز يطلقها بس عند حلول دينه، لكن دينه المؤجل، لكن هو ارتد قبل دينه المؤجل، تبقى اتطلقت من امتى؟ من وقت الدين ولا من وقت ردته؟ من وقت ردته بس. وتظهر ايضا فيما اذا تصرف بعد الردة باداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة، ولا يصير الحال مؤجلا إلا في صورتين. يعني بعد ما ارتد تصرف في ماله، المفروض أن الردة بيحجر على ماله، إذا ارتد يحجر على ماله لأنه اكتسبه وهو مسلم في بلاد المسلمين، فبلاد المسلمين أحق بماله، واضح؟ طيب هو قبل ما يحكم عليه بالردة في الفترة اللي هي فيها بقى تحقيقات وغيره وغيره، قاعد يتصرف في ماله،
بعض التصرفات، فسدد بعض الديون وتصرف بعض التصرفات. لما يحكم بردته تبقى كل التصرفات اللي عملها بعد ردته غير معتبر، غير معتبر. خدت بالك؟ ولا يصير الحال مؤجلا الا في صورتين. طب متى يصير بقى الدين الحال مؤجل؟ احداهما ان يوصي بتأجيل دين حال له على غيره، كويس، اوصى بانه يأجل الدين ده، والثانية ان ينذر تأجيله، نذر ان يؤجله ويباع في الدين مسكنه، الحاجات اللي يبيعها القاضي بقى عشان يسدد ديون ايه؟ مسكنه اللي هو يملكه، ومركوبه اللي يملكه برضه، وان احتاج اليهما لزمانته او منصبه. لو محتاجها، لو محتاج مسكنه ومركوبه من اجل ايه؟ شيخوخته يعني ومرضه، كبر سنه، ادي زمانته، او منصبه ان هو من اهل الوجاهه، ما ينفعش ان انا اطرده من قصره وعيشه في حجرة بالإيجار وهو راجل بيعيش في القصور، دي وجاهة. قال لك لا، لا يعتبر هذا، لأن حقوق الناس أولى، لأن تحصيلهما، تحصيل المسكن والمركوب بالكراء يعني بالإيجار ممكن، بل هو سهل، أسهل. وعشان كده نبيع مسكنه اللي يملكه ونسدد ديون الغرماء ونقول له أجر شقة، واضح؟ فإن تعذر، أو نبيع سيارته اللي يملكها ونسد الغرامة ونقول له بقى إيه؟ قضي مشاورك بتاكسي أو اركب الأتوبيس، أي حاجة، لأنه إيه؟ سهلة. فإن تعذر، يعني افرض إن حتى مسكنه لما اتباع أو ما عندوش مسكن أصلا، هو ساكن في بالإيجار أصلا، يعني هو ما عندوش بيت ملك ولا شقة ملك ولا حاجة ملك، يجي تعذر أهو. فإن لم يكن فعلى بيت المال، بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين. طيب، وإحنا بقى بنسدد ديونه، يقدم بائع وجد عين متاعه أو بعضه، خلافا للملكية طبعا والأحناف. يعني هو كان قبل ما يفلس مشتري مني سيارة، فأنا أحد الغرماء، وكان مشتري من الراجل التاني بضاعة استهلكها ب50,000، فلما جاء القاضي حجر على أمواله، وقفت أنا وبقيت الغرماء بنبص المال اللي هيتباع، لقيت سيارتي اللي أنا بعتها له وما خدتش تمنها، هل أنا أخدها؟ ما هي بقت بتاعتي، ولا تباع وأخد نصيبي بنسبة القسمة؟ الشافعي قال لك لا، ياخدها. الباقيين قال لك لا، تتباع وكله ياخد ايه؟ نصيبه بالتساوي، واضح؟ يبقى الشافعيه رايهم هنا لو وجد متاعه عنده ما استهلكوش، يعني لسه موجود، يبقى ياخده صاحب المتاع، ياخده. شوف كده برضه، صاحب الشيء اولى بحمله، واضح؟ خلافا لبقيه مذاهب المسلمين في هذا، في هذه المساله. ويقدم بائع وجد عين متاعه او بعضه، لقى جزء من ايه؟ من متاعه، يعني استعمل شويه وباقي شويه، هاخد الباقي اللي يجي منه احسن منه، مش كده برضه؟ ولم يقبض الثمن، بشرط ان البائع ده ما كانش قبض الثمن. ويقدم المفلس على الغرماء. طب ده يبقى ايه؟ نقدم هنا المفلس اللي احنا حاجرين عليه على الغرماء بتوعه في الحاجات الضرورية بقى، مؤنته ومؤنة عياله، هو محتاج يأكل عياله، واخد بالك ازاي؟ ومحتاج مصاريف يصرف على عياله، مش كده برضو؟ مصاريف يصرف على نفسه، وبيجيب لنفسه أدوية وعنده أمراض مزمنة وبيتكلف كذا، يقوم القاضي يستثني الحاجات دي ويديها للمفلس، ما يدخلهاش في التفليس، واضح؟ يبقى ويقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيزه وتجهيزهم لو ماتوا يعني، ويترك له ولهم، ويترك له
ولهم لهم الغرماء هنا. دست ثوب يليق به، وهي بفتح الدال جملة من الثياب، وهي المسمى في عرف العامة بالبدلة، وهي قميص وسراويل ومنديل ومكعب بضم الميم وفتح الكاف وتجديد العين وبكسر الميم وسكون الكاف وفتح العين، مكعب أي مداس بكسر الميم. ويترك له ولهم برضو ثيابه الخاصة بقى اللي هي ايه، ولهم هنا اللي هم ايه عياله يعني مش الغرماء، لهم هنا تعود على عيالي مش مؤنتي ومؤنت عيالي، يبقى يترك له اللي هو المفلس ولهم ايه البدل بتاعته اللي بيلبسها، واذا كان عنده جزم بيلبسها، خد بالك زي الحاجات الخاصة ليه والاولاد، ولو كان في الشتاء نسيب له البلطو والعباية والكوفية عشان يتدفى والدفاية، وإلا يعني هيجي له برد، فهمتني ازاي؟ الحاجات الضرورية يعني. ويزاد في الشتاء نحو جبة وفروة، ولا يترك له فرش وبسط. اه ما يتركش له بقى السرير، لكن ممكن يبقى مرتبة على الأرض ينام عليه، لكن السرير ناخده نبيعه. السرير ده ورثه من أيام جده الباشا، يتباع بقى ب10,000 20,000 جنيه، حاجة حلوة تبقى ليها قيمة، فهمت؟ فخلاص ننزل له المرتبة على الأرض ونبيع السرير بتاع الباشا ده، واضح؟ ولكن يتسامح باللبد والحصير، لكن نسيب له كليم على الأرض، ما يبقاش على البلاط كده على طول ولا على السيراميك. دلوقتي نقول عليه على السيراميك؟ نقول على السيراميك. وقالهم بيحط جرانيت وعاد جرانيت. أخدت بالك؟ كل الحاجات دي نسيبها له برضه متغطية مكت على الأرض، ما اخلعهوش وبيعه، أخدت بالك؟ ولكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة. لكن عنده سجادة شيرازي بتتباع بمئات الالوف من الجنيهات، لا دي تتباع دي، ونجيب له كليم اسيوطي ب50 جنيه نحطه مكانه، ايه المشكلة يعني؟ صح ولا لا؟ ويترك للعالم كتبه. اه لو كان عالم وراجل عالم مهتم بالعلم وعنده مكتبة فيها كتب قيمة، ولا يستطيع ان هو يأخذ علمه من كتب الوقف، يبقى يترك له كتب برضه ما تتباعش. ويترك للعالم كتبه ان لم يكتفي عنها بكتب الوقف. ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج اليهما ان لم يكن متطوعا بالجهاد، وإلا فوفاء الدين له افضل. يعني لو جندي مش متطوع بالجهاد، ده جندي عامل احنا محتاجينه، يبقى نترك له سلاح. لا ده متطوع واحنا مش محتاجينه، في بداله 1,000 يجي غيره، يبقى نبيع سلاح. ما في غيرك يا اخي، واضح؟ لكن لو احنا محتاجينه قائد حرب مهم، ما هو في واحد بجيش، واخد بالك؟ يبقى ده نسيب له سلاحه ونسيب له، لان احنا محتاجين خبراته. انما التاني جندي معتاد عادي ومتطوع، وقت فرض الجهاد فرض على الكفاية، يبقى ساعتها ناخد سلاحه ونبيعه كمان، واضح؟ وإلا فوفاء الدين له أفضل من التطوع للجهاد يعني، مش كده برضه؟ وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد بماله اشتري له، ولا يلزمه أن يكتسب لبقية الدين. كل الحاجات اللي قلناها نتركها للمفلس، حاجة يتغطى بيها، حاجة يلبسها، حاجة ينام عليها كويس، حاجة يصرف منها على أولاده مش موجودة، الدولة تتحملها عنه تأمين بقى، تتصرف الدولة كويس. اشتري له، واخد بالك؟ لو لم يوجد بماله اشتري له، نشتريه له، مش عشان مفلس بقى نسيبه في شهر طوبة في عز البرد متلج ونايم على البلاط عشان نيجي نعدي عليه بعد يومين نلاقيه مات من البرد، ما ينفعش، واضح؟ ولا يلزمه ان يكتسب لبقية الدين بعد قسمته الا بدين عصى بسببه، فيلزمه ان يكتسب له للخروج من المعصية.
يعني هو ارتكبته الديون وباعه كل اللي وراه واللي قدامه ما عدا الحاجات الضرورية اللي استثنيناها، فسدد 70% من ديوني، باقي 30% للورثة الغرماء بيسامحوه. العادة ان الغرماء بتسامحوا بقى، خلاص تاخد انت 70% من دينك وتسامحوا بالباقي وخلاص. طيب هل يجب عليه ان هو يرجع يشتغل ويجتهد في الدنيا عشان يسدد ال 30% الباقية ولا مش واجب؟ يقول لك لا يجب عليه انه يشتغل عشان يسدد الباقي، الا لو كانت ديونه دي بسبب معصية. واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ يعني كان غاصب مال او واخد اموال من تجارة حرام او شيء من هذا، يبقى في الحالات دي كلها يبقى عليه انه هو يكتسب علشان يسدد عشان يخرج من المعصية. الحكومة تتحملها بقى، تقعد مع الغرماء كده لحد ما ايه تسوحها، تقول لهم هندهولكم ان شاء الله وبقابلني بقى ان شاء الله لما ربنا يسهل باذن الله رب العالمين بعد انتخابات الرئاسة ان شاء الله القادمة، ولما تستقر الامور ان شاء الله يعني في المشمش القريب يبقى في الحالة دي خلاص يسكتوا بقى. قول ولا يفي ماله اي العين، هو طبيعه المسلمين عندهم ايه يعني سخاوه نفس، لما بيشوفوا واحد كده بيتباع ماله بيصعب عليهم. ده في ناس كتير من الدائنين يقول لك خلاص انا مش عايز فلوسي ما تبيعولوش حاجه، يعني في ناس عندها سخاوه نفس اول ما يشوف المنظر ده يصعب عليه ما يرضاش. فهمتني ازاي؟ فساعات بيتنازل عن ماله عن دينه كله، فما بالك بقى هيتنازل عن جزء بسيط. فدي سهله عند المسلمين اللي هم مؤمنين بالاخره وعارفين الثواب، انما مش سهله عند الكفار اللي هو ما عندوش اخره. واخد بالك ازاي؟ فالمسلمين طول عمرهم اهل سماحه يعني اهل تسامح، خاصه المسلمين مش عايزين عصبيه بقى عشان بتوع الجزائر ما يزعلوش. هم مصريين شعب طيب على اي حال، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بينا. اه والله يعني اوصى باهل مصر لم يصب اي حد الا اهل مصر، قال العراق تفتح وقال الشام تفتح، وجاء في مصر قال واوصيكم بأهل مصر خير، اوعوا تنسوا أهل مصر. ليه؟ لأن احنا برضو ايه امنا هاجر من مصر مش كده برضو، وستنا ماريا القبطية يعني هاجر دي فيها نص اسماعيل مش كده برضو، سيدنا اسماعيل جد النبي نصه مصري، فنعمة برضو الحمد لله. فاحنا اخوال العرب بقى. ها؟ احنا اخوال العرب. اه إن لم نكن العرب أصلا. هي اختلطت الأنساب عموما على أي حال على مر القرون الطويلة، فأصبح ما تقدرش تقول في واحد صرف. والرسول حلها قال لك العربية اللسان، اللي يتكلم لغة عربي حلو كده ومسلم تمام وبيتكلم لغة بقى عربي، فالعربية اللسان أحلى. لكن اختلطت الأنساب، العرب ساحوا في جميع الأرض وتزوجوا من جميع الجنسيات، وصعب أنك أنت يعني آل البيت. بنت سيدنا الحسين اتجوز مين؟ بنت كسرى أنو شروان، سماها فاطمة على اسم أمه، أنجب منها مين؟ سيدنا علي زين العابدين. آل البيت نصهم فرس ونصهم عرب مش كده برضو؟ فاختلطت الأنساب يعني من زمان، من زمان خالص مختلطة. وعلى أي حال كلكم لآدم وآدم من تراب، الحكاية سهلة. ولا يفي ماله أي العين والدين اللذين يتيسر الأداء منهما، هو بيقول لك حقاتب اللذان حاملها في الهامش كده، منهما بأن تكون العين حاضرة لم يتعلق بها حق، والدين حال على موسر مقر أو به بينة، وأجرة المنافع التي يملكها وما يحصل من مستغلاته بخلاف المنافع التي لا يتحصل منها أجرة، وما لا يتيسر الأداء منه كالمغصوب الذي لا يسهل انتزاعه، والغائب وإن كان دون مرحلتين والمجحود ولا بين عليه وما على المعسر، فلا اعتبار بالديون دي كلها. المغصوب الذي لا يسهل انتزاعه يعني هو كان غصب خشب من جاره وعمل جزء من هذا الخشب باخرة ومشية في الايه في البحر، نيجي نقول له هات الخشب ده من الباخرة، طب وتغرق
البخيرة هتغرق، لا يصعب انتزاعه، فهم؟ لما تبقى تيجي بقى على البر والناس تنزل منها وينزلوا البضاعة، نبقى نشوف كمية الخشب اللي فيها قد ايه ونبيعها ونعملها وهي في البخيرة برضه، واخد بالك؟ فده ايه؟ يصعب انتزاع، مغصوب ويصعب انتزاع، واضح؟ غصب حديد مسلح وحطه اساس في عمارة، طبعا هطلعه منين ده؟ يصعب انتزاع، مش كده برضه؟ فيبقى في حاجات مغصوبة يصعب انتزاعها. قوله هو المريض اي حقيقة او حكم، نقف على المريض على اي حال، احسن ايه المريض ده هنقعد نرغي فيه شوية، خصوصا ان انا كمان طبيب فهضطر بقى افتح لكم بقى في شغلانات. على فكرة احنا هناخد اجازة معلش من هذا الدرس لمدة شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. ليه بقى؟ لان انا عندي بس ايه للاسف، او الله اعلم مش للاسف ولا حاجه، ربنا يستر لنا، عندي دوره فهاخدها يوم الاحد والاربعاء من 3 لـ 9، فهتبقى دي مواعيد العياده، فهلغي العياده، العيانين هيشتكوني طبعا، فهضطر افتح العياده يوم الخميس مكان اليومين دول لمده شهرين متتابعين، اكون خلصت بس الدوره اللي انا فيها دي، وربنا يسهل بعد كده ترجع الامور لمجاريها تاني. نحاول ندي الدرس ده يوم تاني، مش عارفه بقى اليوم التاني ده، ممكن يبقى اليوم الثامن من الايه الاسبوع الخامس من الشهر 13 الساعة 25. معاد كويس، معاد كويس جدا. اليوم الثامن من كل اسبوع ان شاء الله الساعة 25 في الشهر 13، ايه رأيك؟ فده احلى معايا. البخاري مستمر. كلنا فعلا مفضلين. اذا كنا احنا البخاري ما بنلحقش نقول حاجه، لا ده الظهر. يا حاجه. انت ما بتحضرش البخاري؟ ده احنا يا دوب بنبقى في وسط الحديث يجي لنا زغطه الاذان يطلع. نقف. صعب. ان شاء الله. بإذن الله. أنا أول مرة أخد أجازة من 10 سنين على فكرة. يعني أنا ليا رصيد يسمح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.